وقد صرح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لدى وصوله قائلا: يسرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نعرب عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه على دعوته الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمشاركة في اللقاء التشاوري 18 لأصحاب الفخامة والسمو رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأن نشيد بالدور الفاعل الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز الجهود وتكريس التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الدول الصديقة لما فيه تحقيق آمال وطموحات دول وشعوب المنطقة. يطيب لنا أن نعرب عن بالغ التقدير للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على استضافة هذه اللقاءات الأخوية البناءة تأكيدا لحرص القيادة السعودية على تعزيز التواصل والترابط بين دولنا وترسيخ الشراكة الطموحة وتكريس القيم والروابط التاريخية العميقة والمصالح المتبادلة والتعاون البناء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وفي شتى المجالات لكل ما فيه خير شعوبنا وشعوب المنطقة واستقرارها وازدهارها. لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن ندعو الله العلي القدير أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والسداد وأن يمدنا سبحانه بعونه وتأييده لما فيه الخير والنفع لشعوبنا كافة، مجددين الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لهذه المبادرة الكريمة لاستضافة هاتين القمتين المهمتين والجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين.